يسعد وقتك مدام روشان، اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم ببرنامج انستايل. اهلا وسهلا فيكي رهف، شرفتينا. بالبدايه خبرينا مدام روشان عن الهامك بمجال الميك اب. هلا الهامي بيجي او بالاحرى اجى من الجمال بشكل عام، والجمال الصبايا الحلو اللي احيانا بتحسي بحاجه للمسه ليظهر الجمال زياده، وهو لقيته بالميك اب. كيف بتوصفي الستايل الخاص فيكي بعالم الميك اب ارتست؟ هلا بميل انا للميك اب الناعم اللي بيعطي جماليه للصبيه وبضل محافظ على انوثتها. خطوات اللي حضرتك بتمشي عليها قبل وضع الميك اب؟ هلا اهم شيء تنظيف البشره، بعدين ترطيبها، واستخدام البيز المناسب للبشره الدهنيه، لانه البشره الدهنيه ما فيك ترطبيها لانه هي ما عندها نسبه رطوبه عاليه، وبالاضافه لاستخدام الفوند المناسب للبشره وطريقه حطه. هلا هون بس بتقصدي بتنظيف البشره عن طريق احيانا بعض البنات بيستخدموا محارم معطره، محارم عاديه، انت هون انه كيف بتقصدي هون بتنظيف البشره؟ لا طبعا بفضل مزيل ميك اب، في مزيل ميك اب كريمي، في مزيل ميك اب سائل، في شيء سائل مع زيتي، هيدا اكثر شيء بيستخدم اذا كان حدا سهر انه بسهره وراجع الصبية المسا فبدها تشيله، فبيكون طريقته أسهل لأنه بتكون الفوند أسمك، المواد أتقل، غير ميك اب النهار اللي بيكون بسيط بكفيها تستعمل بس مزيل الميك اب السائل أو الكريم. احكي لنا هلأ عن بعض الأخطاء اللي بيرتكبوها الناس أثناء وضع الميك اب. هلأ لحد هلأ عم شوف في صبايا وقت اللي عم بتحط فوند عم بتحطه لون فاتح أفتح من لون بشرتها، فبيصير لون البشرة مايل للكحلة. بالإضافة في صبايا بتحط ميك اب بالنهار بتحسيها رايحة على سهرة، أول شيء إذا في كونتور فالكونتور بيطلع كتير ظاهر وحد وما بيطلع حلو، ثاني شيء عندك الهايلايتر يعني هو أساساً ضوء النهار ضاوي الوش فهايلايتر زيادة فما بيعطي جمالية حلوة، فهالشيء الصاخب بيكون بالنهار ما بحبزه وما بحبه وما مريح حتى للنظر. أنتي كميك اب أرتست شو الصعوبات اللي واجهتك بهيدا المجال؟ هلأ كان عندنا بالبلد حرب، فكان أصعب شيء ويعني أكثر شيء كان صعب هو الكهرباء، يعني كان تأمين الكهرباء كتير صعب، شغلنا بده إضاءة، يعني الإضاءة هي بتبين جمالية الشغل، وتأمين أحياناً مواد الأورجينال اللي نشتغل فيها اللي هي التوب كان في صعوبة أول فترة، هلا لا الحمد لله كله مأمن. لأي مدى أنت بتتقيدي بصيحات موضة الميك أب؟ هلا أنا بحب جرب كل شيء وبتأيد وما بتأيد. هلا أول شيء بتحكم عمر صبية، إذا كانت صغيرة كبيرة بالعمر وسطانية، إذا عروس، إذا خطبة أو سهرة عادية، كمان إذا الصبية بيلبق لها أو ما بيلبق لها، وإذا هي ممكن تتقبل تحط شيء أو زيادة أو مودرن زيادة ما يكون كلاسيكي، فهدول كلهم مع بعضهم. بس إيه أنا بحب وبحب كتير الألوان، يعني مع الميك اب الرايق اللي أنا بستعمله بحب في أشخاص بحس بيلبق لهم حط لهم ألوان صاخبة وموديلات ويكون في حتى أشكال لرسم العين. خلينا نحكي هلأ بشكل عام، شو رأيك بواقع الميك اب بالوطن العربي بشكل عام وبسوريا بشكل خاص؟ هلأ بشكل عام على الانترنت على انستغرام صار في كتير على السوشيال ميديا ميك اب ارتست، وفي كتير من الصبايا عم يشوفوا ويتابعوا، وبحس في كتير ميول من الصبايا انهم يعملوا لحالهم لقرايبينهم، فايه لا في صبايا بيجوني مثلا احيانا او بشوف صبايا ان كان المساء او بالنهار حاطين ميك اب كثير لعبق لهم بستايل مناسب الوقت اللي هن رايحين فيه. وبشكل عام في صبايا ما ممكن يكون عندها مثلا قدره ماديه تروح تحضر مناسبات تروح عند ميك اب ارتست، فانه برافو يعني بحس هذا الشيء حلو من الصبايا هالايام. وبالوطن العربي بحس انه لا اقوى من عندنا، بضل الميك اب الخليجي اقوى من ميك اب عندنا بسوريا، او خاصة هلا في عنا ترند الهندي اللي عم يطلع هلا حاليا كمان كثير، انه كانه عم يظهروا لنا انه في ميك اب كثير قوي يعني صح. فنحن هون احيانا بنلاقي قديش الميك اب عندنا بيختلف عن الميك اب ان كان برا البلد تاني. صح بلا مزبوط ايه، وحلو كان حلو بالميك اب انه في عندك حتى مثل ما كنا عم نحكي هلا شغلات صيحات موضه اللي هي الزوايا اللي كانت بطرف العين، فانه حلو بس ما بينعمل لزبوني على سهره تمام. ما حدا حطلب مني زبونة سهرة انه انا حاعمل هيدا الميك اب لانه نزل ترند. الشيء الثاني اللي نزل بعده اللي هو الكاتكريس، اللي هو اكتريتهم عملوا كاتكريس، هذا ممكن ينطلب مني بمناسبات. هلا بما انه نحن هلا حاليا مثل ما الكل بيعرف بعصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا، خبرينا عن السوشيال ميديا بمجال عملك. هلا بمجال عملي هي الاساس،
يعني انت وقت اللي عم بتنزلي موديل ميك اب اول ما بتجي لعندي صبيه انه انا بدي من هذا الميك اب اللي منزلتيه كثير حبيته، مع انه ممكن ما يلبق لهيدي الصبيه. طبعا بهذا الشيء بيصير بقى دوري انا لحتى اقنعها انه لا هيك شيء بيلبق لك اكثر من شيء ثاني. فلا كثير بتاثر السوشيال ميديا لنا نحن كاشخاص وكحدا بيشتغل بهيدا المجال، مو بس لنا نحن، لاي مجال هلا. فبتحسي النت هو اساس اي بزنس هلا بهالايام واي شغل واي حتى هواي. شو اللي بيميز المدام روشان عن بقيه المنافسين؟ هلا انا بحب شغلي كثير، في اكيد الي لمستي عن الكل. انا بشتغل بستايل مايل مثل ما قلت لك للرايق الناعم اللي ما نو اوفر، خصوصا اذا صبايا ما بيلبق لهم يكون شيء قوي. وفي سلاسه، يعني بتجي الصبيه من عندي خصوصا اذا كانت عروس بتكون متلبكه هاكلي هم خايفه انه تكون مثلا ما رد عليا، لانه في كثير مثلا اشخاص بنفس المجال بتجي الصبيه انه لا خلص هيك بيلبق لك بيلبق لك، فبتكون العروس قامطه قلبها وممكن تطلع ما نرضياني عن هيدا الشيء. فلا عندي في اريحيه بالتعامل مع العروس، تطلع من هون مبسوطه لانه هيدا اليوم يوم، اذا ما طلعت مبسوطه فيه فهي يعني ما حتنسى هيدي الساعه. فبحاول قدر الامكان اي صبيه مو بس العروس تطلع مبسوطه ورضياني من عنا. اعطيني نصيحه سريعه، كون نحن هلا جايين على موسم صيف، يعني بتعرفي انه الوجه بيتعرق لما بنكون حاطين ميك اب، ممكن تعطينا نصيحه سريعه عن هيدا الموضوع كيف لازم نحافظ على الميك اب بالصيف؟ هلا اهم شيء مثبت الميك اب، بس نخلص ميك اب او قبل شيء تاسيس هو المثبت. هلا هو ما رح يوقف العرق، رح يصير في تعرق، فانا طبعا بتفضل يعني كل الصبايا اللي بشرتها بتتعرق بس استخدام المناديل المحارم يعني تستخدمها بطريقه الطبطبه، ما تمسح مسح، المسح بجلغم البشره، فبطريقه الطبطبه بتتشرب العرق وبضل الميك اب محافظ على حاله. بالختام مدام روشان خبرينا شو عندك نصايح للعنايه بالبشره قبل وبعد تطبيق الميك اب. هلا اهم نصيحه هي هالفتره هي شرب مي، لانه المي كثير كويسه للبشره، بتخفف من الشيخوخه، يعني بتعطيه عمر اطول، وكمان ما يتعرضوا للشمس بوقت الذروه، واستعمال المرطبات المناسبه، وكمان اللي بتعرض مثلا فتره الصيف على البحر يكون في واقي شمسي مناسب للوقت اللي هن عم ينزلوا فيه على البحر. او كمان شيء ثاني، بعد الميك اب بيكون في تنظيف للبشره بشكل ما يبقى ولا اي شيء لاثار الميك اب على الوش، لانه هيدا كمان بيأثر مع الوقت للبشره، بيسكر المسام وبيعطي شيخوخه للبشره مع الوقت. بس بختام حلقتنا لليوم انا كثير بتشكرك مدام روشان على تواجدك معنا لليوم ببرنامج انستايل، وشكرا لوجودك بمدينه طرطوس، لانه عن جد ستيلك بيختلف عن ستيل بقيه الميك اب ارتست. وكمان بنتشكر اكيد مركز خلود بيوتي والمدام خلود على استضافتها لنا بمركزها. بتشكركم كثير. اهلا وسهلا فيكي رهف، شرفتينا، وشكرا لك ولتلفزيون ال تي في ولبرنامج انستايل، وشكرا للاكيب اللي معك اللي تعبوا معنا اليوم وعم تابعك انا وعم تابع كل شغلك، وان شاء الله من نجاح لنجاح. ونحن هون مركزنا بخدمتكم ايمتى ما كان، واهلا وسهلا فيكم عندنا بطرطوس. نورتي شاشه ال تي في. ميرسي لكم، اهلا وسهلا. بتاع توتوريال لميك اب خطبه لصبيه. طبعا اول شيء نظفنا البشره، هيئناها، رطبناها، بعدين بلشنا بالعيون، اسسنا العيون، اسسنا موديل الميك اب اللي بدي اعمله، واستخدمت طبعا درجات اللون البني مع الشامبين والذهبي، واستخدمت ماركه تارت وكمان حطيت انستازيا وحطيت كمان مع الاي شادو الكيستار. خلصنا تاسيس اللون، بلشنا نفتح بالمحلات اللي بدي افتحها. بعدين انتقلنا للجليتر، حطينا الجليتر منطقه اللي فاتحين فيها الشادو، بعدين اخذنا شكل الصوره مبدئيه قبل ما نحط الرموش ونعمل الحواجب. هلا مدينا الفونت اللي هو ماك رقمه NC20، خلصنا مد الفونت، بعد منها عملنا الايلاينر وهلا عم تحط الرموش. بعد الرموش بلشنا نرسم الحواجب، طبعا عم بشتغل بتقنية رسم الحواجب شعرة بتاع شعر كتير رفيع مايل للطبيعي، في كتير صبايا بيحبوا هيدا الستايل بطريقة رسم الحواجب. وحطينا ماسكارا للرموش وطبعا ركبنا رموش سفلية، وهون صار اللوك النهائي للصبية.
طبعا مع ماسكارا دمج مشان نرمش الرمش الطبيعي مع الرمش التركيب. وهيك كان اللوك النهائي للعروس بعد ما خلص الميك اب.